ماذا تقول يا بني؟ في الحقيقة يا ولد، إن هذه المناظر تعجبني بالرغم من أنها تغيرت. هذا تطور، ويجب أن تتطور أنت أيضا، وذلك بوضع نارك في سبيل خدمة البشرية. أنت صغير جدا على هذا التفكير يا ولد. انظر إلى هذا المصنع، يبرهن لك أنني على حق. نعم أراه، إن نظري لازال بخير. باستطاعته أن يعطي حرارة تفوق بقوتها الحرارة التي يعطيها جميع تنيني العالم. اضحك اضحك، ألم تسمع أبدا بعد بالمفاعل النووي؟ بلى سمعت به، ولكنني لا أعرفه شخصيا. هلا قلت له أن يمر لأراه ونقيم معا قدراتنا؟ أبي لست متأكدا من نجاحه. كل شيء على ما يرام أيها السادة. سدرك بانتظاركم. صباح الخير يا سيدي، تبدو مشغولا جدا اليوم. لقد أرسلت بطلبك يا غريسو لأننا نعاني من صعوبات كثيرة. أنا أتكلم بالنيابة عن الأستاذ بلوزيون المسؤول عن تشغيل المصنع. لا يهمني ذلك، أين يختبئ السيد نووي؟ صباح الخير أيها السادة. هذا هو الأستاذ بلوزيون سيد المركز النووي عزيزي فوم. هذا الذي يتفلسف ويقول إنه يعطي حرارة 10 أضعاف ما أعطى. إنني لا أفهم ملاحظتك يا سيدي. أعذره يا أبي، لقد فهم كل شيء بالعكس. الأستاذ رجل علم كبير، ليس جسمه الذي يعطي الحرارة بل مركزه. لودي أن أعرف ذلك. عزيزي فوم، ليس هناك إنسان نووي بل هناك قوة نووية يستعملها الإنسان، هل فهمت ذلك؟ إن أهم مصادر الطاقة في يومنا هذا والذي يحتاجه العالم أجمع هو الكهرباء، وهو الذي ينتجه مركزنا. ولكن المشكلة هي كيفية تشغيل المحركات الكبيرة التي لا تدور بسهولة كالنواعير. لا تستهزئ بي هذا، أنا أعلم ما هي النواعير وأعرف كيف تعمل. حسنا، إننا هنا نستعمل قوة البخار التي تفوق قوة. إذا أردت أن تغلي ماء في وعاء فكيف تفعل؟ إن هذا ليس معقدا، أسخن الوعاء. وتحرقه كعادتك؟ وكيف نغلي الماء إذن يا فصيح؟ تخيل أنك في وعاء مليء بالماء تسخنه، وبعد قليل تحول الحرارة كل الماء إلى بخار. يا إلهي، إنك تحاول أن تخلط كل شيء في رأسي. مرة تكلمني عن النواعير ومرة أخرى تكلمني عن الماء. أنت مزعج، ما هذا يا ولد؟ لا أحد ينوي إزعاجك يا فوم، اهدأ يا عزيزي. إن مصدر الطاقة اللازمة موجود في السخان. في نفس المكان يوجد الوقود النووي الذي هو على اتصال بالماء، والبخار يصل بواسطة أنابيب إلى المحركات. مرحبا. نعم حسنا، لقد وصل الصحفيون يا سيد سيدريك. افعل المستحيل لكسب الوقت. أقدم لكم أيها الأصدقاء التنين فوم. التنين فوم. ما رأيك بالمركز النووي؟ هل أنتم من مؤيدي إنتاج الطاقة بواسطة الذرة؟ اهدأوا، انصتوا إلي جميعا، احترموني أرجوكم. هدوء. أطلعني سيد شادريك على سر، لقد دعينا إلى هنا لهدف ما زلت أجهله. بودي لو توضح لي الأمور. ما الأمر يا أستاذ؟ العملية سرية. لقد حان الوقت لإطلاعه على الحقيقة سيدي. إن مصادر الطاقة هي ذات أهمية رئيسية في استقلال الأمة. هذا المركز النووي هو نقطة استراتيجية، لذلك فإن قوة معادية سيكون لها مصلحة في تدمير المركز. قل بصراحة، ما المقصود؟ والآن اسمحوا لي أن أتكلم أمامكم بمنتهى الصراحة أيها السادة. نعم، ماذا؟ يؤسفني أن أعلن أن هذه الكارثة قد حلت فعلا. إن أليكس بلوزيون العميل السري للعدو قد أدلى باعترافات خطيرة. يجب تأجيل الافتتاح إذن. غير معقول، ولكن لدي فكرة. نشغل المفاعل النووي وكأن شيئا لم يكن، وفي الوقت المناسب نعلم الصحافة بأننا نجرب أجهزة الأمان بعد العطل.
ولكن عندما يعطى الإنذار سيكون العطل قد حصل فعلا. في هذه الأثناء نكون قد قبضنا على الفاعل بالجرم المشهود. وإذلك أتدخل أنا وأبي لنقوم بما تطلبونه منا. اسمعوني جيدا، عند الضوء الأحمر يكون ذلك دليلا بأن الدماغ الإلكتروني قد سجل عطلا ما، لكن ليس من المفروض أن نعرف ما يقرره الدماغ الإلكتروني. إن واجبنا إذن هو أن نتحقق من إمكانية تصليح العطل في الوقت الذي يسمح به قسم الصيانة. الضوء الأخضر هذا يعلمنا بمكان الفاعل، مما يدعونا للتحرك بسرعة، وهذا يعني أن تغادروا القاعة فورا حيث تنتظركم الشاحنات في الخارج في حالة استنفار. عميل سأعرف أنا كيف أتدبر أمره. اهدأ عزيزي. سنحفظ السر أنا وأنت وسيد سيدريك. عدني بأنك ستحتفظ بهذا السر الخطير يا عزيزي فوم. أعدك. الإشارة الحمراء، الإشارة الحمراء، انذار سريع، انذار سريع. فتشوا عن العطل، حددوا مكان العطل. أمامنا ساعة وربع. يبدو أن لا أحد منهم يقلق. لقد حدد العطل، لقد توقفت إحدى المضخات الأولية التي تغذي المحرك. شغلوا مضخة التغذية الاحتياطية. انذار آخر. الوقت يمر بسرعة وهناك عطل آخر. عطل آخر يا أستاذ. إلى الدماغ الإلكتروني، أين يوجد هذا العطل؟ لقد توقف الدماغ الإلكتروني. ماذا؟ انذار لكل العاملين، انذار لكل العاملين، كونوا جميعا في حالة استنفار. لقد تأخرنا 3 دقائق على الموعد المحدد للتصليح. أعرف. كنا نتوقع عطلا واحدا بينما يوجد 3 بالتأكيد. الدماغ الإلكتروني معطل، هل نوقف كل شيء يا أستاذ؟ لننتظر بضع دقائق، عند الانتهاء من فحص كل شيء أطلعوني على النتائج التي تتوصلون إليها. سيد سيدريك، أرجو حضوركم جميعا إلى قاعة المراقبة. هل طلبتنا يا أستاذ؟ تحققوا بأنفسكم، إننا نقوم بعملية ميؤوس منها كما تعلمون. هناك عطل في السخان النووي. هذا هو العطل الرابع، تأكد من ذلك بسرعة. لم يبقى سوى 7 دقائق. لا يمكننا فتح الباب أستاذ. اعملوا جهدكم، يجب أن يفتح. هذا صعب. سأتدبر الأمر أنا وأقوم بهذه المهمة. هيا افعل ذلك. لحظة، لا تدخل مبنى المحرك. ماذا يحدث أيضا؟ أنا متأكد بأنه قد حدث تسرب في الداخل، وقد تخطت الإشعاعات المنطقة الخطرة. ماذا يمكن أن نفعل إذن؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ انتظر، هناك وسيلة. أعطي ثوبا وقائيا لفوم بسرعة. ثوب لفوم؟ من الغباء حقا أن تضيع الوقت بهذه القصة السخيفة. سأدخل هكذا إذا لزم الأمر، فأنا لا تهمني هذه الإشعاعات أبدا. لا تتحمس أبي، نحن نجهل إذا كان التنين يتأثر بها أم لا. إذا لم يكن هناك ثوب على قياسه فلنجرب الثوب الإشعاعي المضاد. ولكنه لا يزال في طور التجربة. ليس لدينا الوقت لتكملة التجربة. أنت الرئيس هنا، أيها التنين اتبعني وتحمل عناء الدخول. سيكون جاهزا بعد لحظات. المادة الوقائية ستغطي جسمه كله، ويكفي قليل من الماء والصابون لنزعها. أعتقد أن أبي سيتركها على جسمه طويلا. أيها التنين، يمكنك الخروج الآن. ما هذا؟ أنا لوني زهري، زهري. يا للعار، يا للعار، تبا لكم. هذا لم يحدث من قبل. تلون جلده هكذا ليس من باب الصدفة. نداء، نداء، يرجى الانتباه، تحضروا للخروج بهدوء. إخلاء المكان سيتم بعد 3 دقائق. فلنسرع إذن، ليس لدينا متسع من الوقت. هيا أبي، انفخ، انفخ بقوة. ولو كنت زهريا سأخلع هذا الباب بكل قوة، فأنا فوم رائع. لقد نجحت، فلندخل بسرعة. لا أستطيع أن أنزل بسبب ثياب الوقائية. لا تهتم، تعال تعال.
لا أستطيع أن أرتفع. أنا أحاول وأدفع قدر استطاعتي، فأنا لست تنين سارق. ادفع ادفع أكثر، سأصل قريبا. انتباه، لم يبقى سوى 90 ثانية. سأذهب لأرى الشاحنات. أنوي الذهاب قرب الباب. هذا السيرك يشبه السينما، وأنا أحب السينمائيين. غريسو يتكلم أيها الأستاذ، لقد وجدت مكان العطل. تهانينا، هذا عمل جيد غريسو، أوقف المحرك حالا. حول. حاضر، لقد توقف. ارفعوا حالة الاستنفار، أشعلوا الضوء الأخضر، انتهت التجربة، حول. الضوء الأخضر، الضوء الأخضر، الضوء الأخضر. سأتصل حالا بالصحيفة. ماء وصابون أبدا وتبا. أنا لا أستعمل هذه المواد المضرة بالجلد، سأستحم في بحيرة الحمم الملتهبة. تبا للصحافة والصحفيين، كيف سأخرج بهذا الوضع؟ ولا تستطيع أن تقول لماذا تحول لونك؟ لقد وعد بحفظ السر، فلا تقلق، إن شجاعة التنين تفوق بقوتها أي طاقة نووية، أليس كذلك يا عزيزي الأستاذ؟ ولكني أخشى أن لا يعود إلى لونه. لم يبق لك يا أبي غير الماء والصابون. من الأفضل أن تسكت، أن تسكت، يجب أن تسكت. الماء والصابون كيف يعود لي؟ أنا لا أهزأ، إنك تعلم جيدا أنني أفكر في المستقبل، وسأصبح إطفائيا، سأصبح رجل إطفاء، سأصبح رجل إطفاء.